برج السرطان، أهلا بيكم في قراءة سريعة لشهر مارس أو لما تبقى من شهر مارس، وإن شاء الله الآتي في شهر إبريل. طبعا إحنا مش بنشوف الآتي بمعنى المستقبل، ولكن إحنا بنشوف توجه الطاقة فين، وبنعتبره كأن الرسائل اللي بنشوفها دي نصايح يا تحذيرات بس مش أكتر. الطاقة مش هتتوافق مع كل اللي بيشوف الفيديو غالبا، مع ان انا بستحضر او بحاول استحضر طاقات المشاهدين يعني او المتابعين بشكل روحاني، ولكن ده ما يمنعش برضو ان دي قراءة عامة يعني مش لشخص بعينه، حتى لو خصصنا البرج بس استيل يعني شوف كم حد هيشوف القراءة. انا اتعشم يعني انهم بيبقوا كتير، فاكيد مش هتتوافق الطاقة مع الكل. فبرج السرطان إذا لقيت طاقتك موجودة في القراءة فيا أهلا وسهلا بيك، إذا لم تتواجد طاقتك في الحاجات اللي هنقولها يبقى معلش ممكن نشوف فيديو تاني على نفس القناة أو على قنوات أخرى. وأهلا بيكم كلكم جميعا في القراءة دي، ونبتدي بسم الله نقول في شهر مارس طيب، ثم شهر إبريل. تو اوف سودز، في حيرة، في اختيار ما بين طريقين، فيش no clear way out، فيش طريق واضح نطلع من المأزق ده، لان انا شايفة في حزن في شهر مارس في الاسبوع الاول منه، ثم شايفة في رسائل جاية او هبة او عطية او شيء جاي لك في الاسبوع التاني اللي احنا اوريدي فيه. ثم في الاسبوع الثالث ان شاء الله انا شايفه في توازن، في حاله من البالانس او الاتزان او التوازن هتحس بيها، لان انت كنت في حاله حزن شديد او كان في بعضكم فقد حد، في بعضكم يا اما فقد حد توفى يعني، يا اما فقد حد عزيز عليه اتفرقوا او حصل بينهم مشكلة أو whatever. بس أنا شايفة في حزن عميق عميق عميق، وفي تغيير حصل للأسوأ أو لحاجة محزنة يعني. طبعا كل أمر المؤمن خير يعني، فمش بقول إن تغيير للأسوأ بمعنى إن يعني هيجي لك حاجات وحشة بسببه، الله أعلم طبعا، بس خلينا نبص الموضوع بشكل إيجابي، إن في تغيير مش مستحسن من ناحيتك، لكن الله أعلم هو الأحسن ولا لا. ثم شايفة إن أنت بتاخد قرار حاسم في نهاية هذا الشهر، في آخر أسبوع فيه أو آخر 7-8 أيام في الشهر بتاخد قرار حاسم جدا، وبتكون بقى عندك القدرة. يعني في فرق شديد هنا ما بين بداية الشهر، طاقتك العقلية والذهنية والعصبية والنفسية، وطاقتك في آخر الشهر. هنا كنت في حالة من البؤس ومن حالة من الحزن الشديد، لكن على نهاية الشهر إن شاء الله بيحصل التوازن، وبتبتدي to get a grip يعني يبقى عندك القدرة انك تتماسك وتاخد قرار حاسم. هتاخد حقك في بداية شهر ابريل من ناس ازوك، ناس خانوك، هتاخد حقك والجاستس هتحصل باذن الله. انا عندي هنا برج الميزان طالع وبرج القوس، دي الابراج الاكيدة قدامي. طبعا عندي طاقات تقريبا كل الابراج، عندي الحمل والاسد والقوس، وعندي الميزان والجوزاء والدلو، القوس العقرب العقرب هنا في الفايف اوف كابس، عندي الحمل عندي هنا الثور والعذراء والجدي، وبرج الدلو كمان موجود، برج الميزان. طيب بس الابراج الاكيدة هي القوس والميزان، هوائي ناري وهوائي. طيب في شهر ابريل قلنا في بدايته ان شاء الله في اول اسبوعين انت هتاخد حقك، وخصوصا في الاسبوع الثاني، من حد خانك، حد خانك على المستوى العاطفي، حد خانك في شغل، حد خانك باي شكل من الاشكال. ثم هتبتدي على اخر الشهر انك ترتب امورك سواء المادية او امورك بشكل عام، هتبتدي زي ما قلت لك to get a grip. شوفوا حتى هو طالع تحت كارت التمبرنس، ده بتاع شهر مارس او ده بتاع شهر ابريل، بس
يعني ساعات بتبقى الكروت ليها علاقة ببعض، أنا بحسها كقارئ طرد. هتبتدي تظبط أمورك، هتبتدي تبقى بالظبط في الوضع ده، إنك قاعد حاطط رجل على رجل، وفي كمان ناس بتسبورت يو، مش بالضرورة شخص واحد، ممكن أكتر من شخص كمان، في ناس بتساندك بتدعمك. وهتبقى بعد ما كنت الكوين اوف سوتس، هتبقى بقى ايه، هتسيب كل الامور اللي كانت متطلبة منك تاخد قرارات، وهتبتدي بقى تشوف شغلك وتموف اون. تمام، هتبقى في عندك الكونفيدنس، هنا مكتوب كونفيدنت، تشارمينج، سكسي، انرجيتيك، كوريجيس، فيجنري، اوت جوينج اند سترونج. يعني انت هنا ما كنتش سيء، بس كنت مسيطرة عليك طاقة انك تبقى حاد وقاسي لانك مريت بحاجات صعبة. لا، هنا بقى على نهاية شهر ابريل باذن الله، دي كلها بشرة وليست يعني كلام أكيد، نتمنى إن الطاقة تستمر كده على نهاية شهر إبريل بإذن الله. إذا فضلت الطاقة كده، تخلصت من الناس اللي بتخونك وكنت حاسم معاهم، خدت قراراتك، وصلت لحالة التوازن، لو عملت كل ده وبدأت كمان تحسب حساباتك مظبوط سواء مادية أو غير مادية، هتوصل لمرحلة إنك تبقى الكوين أوف وانز، سواء أنت راجل أو ست. على فكرة ملهاش علاقة بإنك راجل أو ست إن يطلع لك كارت الكوين أوف وانز، لأن الكوين أوف وانز عموما مش بالضرورة بترمز إلى طاقة الأنثى فقط، ولكن هي بترمز إلى طاقة السحر، مش السحر اللي هو الماجيك السحر إن تبقى charming، يعني يبقى عندك الكاريزما، كاريزماتيك، عندك الشجاعة، عندك الرؤية. إن الطاقات دي حتى لو هي أنثوية بالمقام الأول، بس هي بتبقى طاقات حلوة إن تكون عند راجل. تمام، تمام، نشوف بقى كارت الأفرميشن هنا. أتمنى ما كنتش طولت في القراءة. احنا ممكن نعتبر الكروت دي والقراءات دي زي رسائل مختصرة لأصحاب الأبراج، اللي أنا هعمل لهم كل واحد قراءة إن شاء الله. احنا كده وصلنا لحد برج السرطان. contentment، القناعة والرضا. you can learn to rest in what you already have and already are. يعني ممكن تطمن وترتاح بقى لمجرد معرفتك بإيه الحاجات اللي عندك بالفعل، وإنت عامل إزاي، أو إنت إيه بالظبط. دي حاجات ممكن تخليك أو تعلمك خلاص يعني خلي عندك رضا، ارتاح بقى وإهدى. يعني suddenly you remember I'm right here resting in God. وفجأة، لأنك فجأة هتلاقي نفسك بتفتكر إن هنا بالظبط في مكاني ده أنا مرتاح لوجود ربنا والمكان اللي ربنا حاططني فيه ولوجود ربنا أصلا. ده في حد ذاته يجيب لك الرضا ويجيب لك القبول والسعادة كمان. انا هزود عليها بقى من عندي ان يجيب لك كمان السعادة. تمام، وده هيحصل زي ما احنا شايفين هنا. انت مفتاح انك توصل لانك تبقى Queen of Wands بعد ما كنت Five of Cups، هو الرضا الرضا الرضا. اوكي، شكرا ليكم جدا برج السرطان، اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم واشوف بقية الابراج على خير في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. دمتم بخير، باي باي.